ما عندهمش غير على المدينه وماشي ولاد المدينه. وانا راك عارفهم هما كيخرجوا نهار الموسم، ملي كيكون الموسم كيخرج يطبلوا، يتقادى الموسم عاود يطبلوا. شتي هاد البابري انا راه المخير كيزيدي، راه ما عندناش باش تعشاو، راه داك التشبيه غلط. واللبس تشوف الحوايج والجاكيطات والماطار ولا تشوف، راه بوبري المخير فينا. راه انا عندي ثلاثة الوليدات، انا الشاب باقي صغير كنبان وخدام، عام شهر عشر دا خدام، خد شحال كنشد 44000 ريال. جمعيات حقوقية، جمعيات ديال الفوسفات، جمعيات ديال مار الذكرى 20 فبراير، جمعيات مقتل شي واحد ما عرفتش شكون هذا ميت. انا والله ما عرفت هذه الجمعية، انا خرجت على السكر والزيت واتاي والسكر وهذا الشيء اللي خرجت. ما هضر عليه حتى واحد، انا اللي غوت واحد. هذا الشيء كيدور في الخاطر، كنهني ساكنة آسلي صبروا هاد خمس سنين غنبوتوها بالجوع، الفقر والجوع، الله يسهل الله بعد. والمخانز، وانا قلتها في 2019 قلت لهم المخانز، قال لي انت غتمشي للحبس. علاش غتمشي للحبس؟ حتى قلت لهم المخانز. وانت شوف هادو شحال جاو، واش جاو المعيشة؟ لا، جاو على ما كلشي خدام، انا ندور عليهم نلقاهم خدامين. جاو مع شعارات حقوق برقوق، صحاب جميلة، صحاب شعارات، وما انت انا والله ما نعرف بوه. سي مصطفى خويا الماكريس، اليوم احسن الاخبار كجميع التظاهرات اللي فيها الشعب، كجميع التظاهرات اللي فيها الاحتجاج، اللي فيها المطالب الشعبيه، الا وكنلقاو الصوت ديال مصطفى. اليوم مصطفى طالع لي الدم كاعي، شفنا الغضبه ديالو. علاش اخو مصطفى كاعي؟ انا اول حاجه كنكره 20 كلمه 20 فبراير. انا خرجت كنكاول الشعب، خرجت كندافع على الاسعار وعلى هذا الشيء اللي واقع لنا في هذه المدينه والغلاء المعيشي، هذا هو علاش خرجت. كنتفاجئ بان ما كاينين جمعيات نقابيه، ناس لا علاقه لهم بالشعب ولا عندهم حسابات سياسيه مع الدوله ولا مع شي وحدين، الله اعلم. هذا هو على ضرني خاطري. فاش العواد ما عمرني شفت هاد الناس اللي شفتهم اليوم، وانا ديما كنخرج في دار الضوء، خرجت في الطاجين، خرجنا وقفنا على المخانس، وقفنا على بزاف، عمرني ما شفت الشعب هذا تبارك الله. واليوم كنشوف الشعب فيهم جمعيات ودينا ذكرى، لا كانت ذكرى بحق، راه ليس ذكرى، هذا جهنم مع الشعب، هذا جهنم هو مع الشعب، لان الشعب اللي خرج كيناظر على الخبز، على المعيشه، على قله الشيء. دابا كلشي غالي، كلشي غالي، دابا ما كاين والو، كاينين هذوك جمعيات صافي راه كيقدموا المصالح ديالهم الشخصيه. اليوم شفنا انه حتى المحتجين نقاسموا يمكن على جوج ولا على ثلاثه. تقاسموا على اربعه، جمعيات حقوقيه، جمعيات ديال الفوسفات، جمعيات ديال مار الذكرى 20 فبراير، جمعيات مقتل شي واحد ما عرفتش شكون هذا ميت. انا والله ما عرفت هذه الجمعيه، انا خرجت على السكر والزيت واتاي والسكر وهذا الشيء اللي خرجت. ما هضر عليه حتى واحد، انا اللي غوت بوحدي، شكون بيسمعني؟ ما عنديش الميكرو، ما عارفش الشعارات. انت شوف دابا هما، شوف الشعب مفرق، الشعب فرق، الشعب هم تقسموا كليكات، تقسموا على اربعه. عمركم شفت ديما اسفيك؟ حتىش انا كنقولها شحال مره كنقول اسفي مقسوم، اسفي مقسوم، ولا قسموك تقول لها دخلوا مرتزقه، ولا دخلوا الشبيحه، كل هذا كاين تما. وكاين شي واحد ما عرفتش جايب شي لافتات، انا ما عمرني شفتهم، شي تصاور ديال شي وحدين ما عرفتهمش انا. ما هما مجاهدين، ما هما كانوا في استعمار، لا هما مع دار ناضلوا على هذه المدينه، تصاور انا ما عرفتهمش، هازين تصاور ما عرفتش تصاور خويا الملك، هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء كيدور في الخاطر. كنهني ساكنه اسفي صبروا هاد خمس سنين غنبوتوها بالجوع، الفقر والجوع، الله يسهل الله بعد. الماء؟ الماء بلاش، الحمد لله اللي صبت ديك الشتيوه ديال البارح لهذ المدينه، اما الشتا بقيتو تشوفوها حتى 2034، عمر الشتا ما تشوفوها. لان نقول لكم انا واحد القاد بحيت باقي فينا الدغل، وباقي فينا الكره والحسد والسم والبغض والكراهيه لهذا الشعب. عرف راسك راه ما كاين والو، اقسم لك بالله ما كاين شي حاجه في هذه البلاد. هادو بعد لا علاقه لهم لا ولاد اسفي، ولاد اسفي قلال، ولاد اسفي واحد ثلاثه انا ولا اربعه الناس ولا عشره، كلهم ساكن هذوك جمعيات، هذوك نقابه، هذوك حقوقيين، هذوك ما عرفت شي كون ديفواريه للشغل، كون ديفواريه ديال 20 فبراير، الديمقراطيه ولا ما عرفت سميت هذوك الزبريوخ، انا والله ما نعرف هذوك الرايات اللي هازين،
انا الرايه اللي جابتني هنا هي الرايه ديال الجوع، الجوع والغلاق والمعيشة هي اللي جاب. هادو راه جاوا على شي موسم راه عندهم وصافي. مصطفى انت شويه قريب الحي شعبي، حي اللي كيعيش شويه الهشاشه والفقر، تقدر تنقل لنا المعاناه ديال دوك الناس؟ كوكي النويل المناطق الجنوبيه تاع اسفي، المأساة كيعيشوها الشباب في القهاوي، التخدير، المخدرات، اقسم لك بالله الى ولادنا كيعيشوا بمخدرات القهاوي من دار بعوده واموني، كلشي القهاوي عامرين بالجوانات وكلشي كيتكيف، اقسم لكم بالله الى تشوف كندخل القهوه انا في العشيه ملي كنجي كنبكي، كنشوف شباب مريحين قاعدين كلشي كيبرام كلشي كيتكيف، ما كيقلب على مشروع، ما يقلب على خدمه، ما كاينش خدمه، تتبغي تخدم اخويا راه ما كاينش، سير لو سي باي كاين 86 شركه دابا 86 انا عارفها 86 ما كيخدموش ولاد لاسبي، اش ممنوع، انا كنقول لهم اش ممنوع في هذه المدينه، بي جي ولا شي حاجه مرحبا، اش ممنوع، واغلبيه هنا ما عندهمش اش، هادو كنشوف فيهم واحد الفئه راه ما عندهاش اش، كاين اللي عندها كا ولا الزي ولا قدر لي الخبز في وانت راه عايش معنا حنا واكل وغلت لهاد المدينه وما كيساهمش حتى بدرهم فيها، كيديها الفلوس بحال هذوك العصابات ديال البرلماني كلشي كينتف كيزيد صح، بحال هاد الشعب دابا الشعب ما عمركم شفتوا الشعب مقسوم على اربعه، الشعب مقسوم على اربعه، جهه ديال التضامن ولا مارت الكون ديفواري ديال الشغل، جهه ديال مارت النقابه الحره، جهه ديال حقوق الانسان، جهه ديال 20 فبراير، جهه مقتل شي واحد شي جهادي ولا مارت شي افغانستاني، جهه واحد الجهه راه الفوق ديال ولاد الشعب مقردين راه ما عارفين لا شعارات هذوك باركين باركين كيهضروا صافي كيهضروا وراه مدوزين الوقت والمخزن تا هو راه زاد، المخزن راه تهنى، المخزن كيشوفوا الشعب راه تهنى صافي راه ما كاين لا مظاهره لا هادو اصحابو يدوزوا الوقت راه جاو تشنوا الساحه انت تبارك الله واخا تجمعهم ما جمعناهمش على الماء عاوتاني الماء اللي كنشربوا شي حاجه من واحد جاو 12 شوفوا شو شحال الشعب. خلاصه القول في هذه المدينه كنهز ايدي ديما الكفوف الى الله سبحانه وتعالى، الله يفرج علينا يفرج على هذا الشباب يفرج على هذه الامه وهذا الشيء اللي كاين اخويا. فين هم المنتخبين اللي كانوا كيخرجوا وقت الحمله؟ فين هم؟ واش ترجع حتى واحد؟ تقول شي واحد صوت انا على واحد اخويا الماك هو الحداوي صوتت عليه انا شخصيا وراه كيدور راه كل نهار خدام، شي واحد اخر ما نقول لكم انا ما صوتت عليه ما صوت، صوت على الحداوي. شحال كانوا ديال الاحزاب؟ كانوا مار 12 لا في الاول 130 حزب. وفين هم؟ وبقوا على ثلاثه. كاينهم هنا؟ لا هنا كاينينش، هنا كاينين النقابات، كاينين النقابات، كاينين جمعيات، كاينين حقوق، كاينين شي برقوق، دوك صحاب البرقوق، دوك اللي كيغاوطوا تا معاهم. واش دابا هذا الشعب علاش جاي؟ جاي كيخرج على الزياده والدقيق والسكر والنعناع. والماء. والماء، إذا لابد نجي نغوت على الماء والسكر، خاصني نجيب؟ خاصني نجي طويل. أنت جايب لي قاعد فيه الدرابو ديال إسرائيل، الآخر درابو ديال الإنجليز، الآخر درابو ديال سويسرا، وأنا ما من هنا ما وانا ماشي ولد اسفي، انا ما قلت لكم انا ماشي ولد البلاد، ماشي ولد البلاد، انا ولد النويل، انا كابر في النويل في براكه، انا ولد النويل، انا ولد النويل، انا ولد النويل، انا ولد النويل، ماشي ولد اسفي، ها ولاد اسفي، ها راهم ولاد اسفي. ولينا لاجئين مصطفى؟ احنا لاجئين، انا راه قال لي با خدا في لوزير كيشد 500 ريال، اول واحد في المغرب كيشد 500 درهم، 500 ريال هو هذا ابن ديالو، وانت ولا جيتي تشوف هنا جيت لهم لاكارتات ديالهم اقسم لك بالله ما تلقاو با ولد هنا ولا ولد اسفي، وكاين بعض الناس هنا براني مساك راه جاي ساهمين معانا وما عارفش علاش جاي، كاين هنا اللي جاي وما عارفش علاش جاي، كتقول لي علاش جيتي؟ كيقول لك مع جمعيه، انت مع من جيتي؟ مع حقوق، انت مع من جيتي؟ مع برقوق، انت مع من جيتي؟ مع القميله، وحنا راه جينا لا السكر واتي والزيت والنعناع وما جاي معايا لا رايه لا تصويره. حاجي الشاب وهادشي اللي كاين اخوت وصل لنا هذا الميساج، احنا هادشي اللي كاين ما عندنا شعارات ما عندنا لافتات، عندنا الشعار ديالنا هو الله يرحمنا في هذه البلاد، يا ربي ترحمنا في هذه البلاد، والله يفك منا اصحاب القواعد هذو اللي كيهزوا الشعارات، راه كيهلكوني انا في هذه المدينه، ودار الضو مشيت دار الضو مشينا بعد المناضلين 12 واحد والمخانز، وانا قلتها في 2019 قلت لهم المخانز قال لي انت غتمشي للحبس، علاش غتمشي للحبس؟ حتى قلت لهم المخانز. وانت شوف هادو شحال جاو، واش جاو المعيشة؟ لا جاو على كلشي خدامين، انا ندور عليهم نلقاهم خدامين، جاو يتفرجوا جاو مع شعارات حقوق برقوق صحاب جميلة صحاب الشعارات، ما انا والله ما نعرف بوهم، انا مرة ودا جيت
اقسم لكم بالله بغيت ما نوصلش بلادي بخير. الا مره ودار عارفني اخ باكري كنتطوع في سبيل الله كنجي ناضر كعود البلاد على مدينتي. كيقول لك مرايقي، مشيتي تغوت حدا الكورنيش مرايقي، مشيتي حدا دار الضو مرايقي، مشيتي تغوت على شي حاجه اصلاح مرايقي، جيتي تدوي على الخبز ها هما هذوليك حقوق برقوق شعارات مارتنا الله ما عرفتهم. انا فيدراليه ولا ديمقراطيه للشغل؟ واش حنا دابا عابيني وبينكم دخلنا لكم الله؟ واش هذا الشيء لايف على اللايف على المباشر؟ واش هاد الناس اللي جاي كيدوي على الزيت والسكر واتاي، واش انا غنجيب شعار ديال الخدمه عادي؟ غنمشي نجيب ديال الشركه انا راه حشومه هاي اللي انا ماشي ولاد البلاد لا علاقه لهم بالاسفي. واش با ما كاينش تسع قصديات من الفوريان وكتقول لي ولاد البلاد وحنا ولاد البلاد يردونا عروبيه ولا ما ردوناش عروبيه يردونا مريقيه ولا ما ردوناش مريقيه ما عرفتش كيسموهم هما مرتزقه ولا ما راه هادشي اللي كاين. حنا راه مرتزقه، حنا لاجئين، حنا من الكون ديفواريه جنوبيه ما معترف بينا حتى واحد، ما عندنا عامل، ما عندنا قايد، ما عندنا باشا، ما عندنا ودقول، ما عندنا والو، عندنا الله، عندنا الله هو اللي عندنا، يكذب عليك كذاب، عندنا الله. شتي هاد البابريانه راه المخير كيزيدي راه ما عندناش باش تعشاو، راه هذاك التشبيه غلط واللبس وتشوف الحوايج والجاكيتات والماطار ولا تشوف، راه بوبري المخير فينا، راه انا عندي ثلاثة الوليدات، انا الشاب باقي صغير كنبان وخدام، عام شرد، عام شرد خدام، شحال كنشد؟ 44000 ريال، تصور 44000 ريال كنجي من كوكي درمولي حسن، ومن درمولي حسن سيدي بوزيد، شوف شحال طاح ليسانس، وامتى كتخلص؟ نهار 6 7 في الشهر. يطبوا الموظفين ويطبوا الخدامه ويطبوا كل شيء، عاد كنشد ديك 44000 كندوز الخضره، الكزار، الضو، الماء. كتقدك؟ بالنسبه لي انا ما كتقدنيش، كنمشي نسرق في المرسى. كان كوكت في المرسى بالليل، هذا هو اللي ما تقد. صراحه انا قلت لكم قدام العالم. دبر على افريقيا. كنعود مع الجوج 12، كندبر على سنايطات نعاود فيهم البيع باش نوض الصباح نمشي للخدمه. باش تكمل تعيش. ما يمكنش انت عندك باك معاق، انا عندي با معاق. شتي الوالد عنده 105. يعني انا كي غندير؟ عندك مرتك ولادك ولادي انا جوج ديبلوماتهم، انا راه عندي بنتي في لافاك، ولدي توا في السيزيام، الدري الصغير توا في السادسه، زيد انا، زيد الصاير، زيد المراه، زيد باك، زيد الضو، زيد زيد. ولكن علاش؟ كنحمد الله وكنشكروه لان هذيك البركه اللي عندي كنجيبها بدراعي، ما كنشيت مع حد، ما كيدبر عليا حد. ما عندي مريقي، شحال من واحد كيقول لي في فيسبوك راك دير قناة، أنا ما بغيت لا قناة لا قناة، أنا بغيتها بحال هاد الماركة بحال هاد بحال هادو نجرو عليهم بحال هاد الطبقة، هادو لا علاقة لهم بالبلاد المغرب، ما عندهمش غيرة على المدينة، وماشي ولاد المدينة، وأنا راك عارفهم هما كيخرجوا نهار الموسم، ملي كيكون الموسم كيخرجوا يطبلوا، يتقادى الموسم عاود يطبلوا، هادشي اللي كثرت عليك، تحية ليكم، شكرا لكامل الرجال. اللي هضرة التخاوي راه الشعب الشعب اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.